أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة التي نخصصها للتعليق على حديث الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لمنطقة سنار العسكرية. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ ماهر أبو الجوخ، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير. أستاذ ماهر، أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا. مرحبا بكم، شكرا على هذه السانحة. أستاذ ماهر، يمكن دارين نبدأ بحديث ياسر العطا، هل يمكن نعتبر ذلك يعني برنامج سياسي للمرحلة القادمة يطرحه العسكر لأول مرة بهذا الوضوح؟ طبعا الحديث الذي ذكره مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا، أنا في تقديري أن هذا هو المشروع المخفي الذي ظلت قيادة الجيش تخفيه منذ بداية الحرب. ظل يعتبر أنه هذه الحرب هي دي حرب بكرامة، لكن الحقيقة هي كانت حرب لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، لمنع تسليم السلطة للمدنيين. وطبعا سبق في مايو الماضي بعد مرور شهر من الحرب، كان عملوا معه مقابلة في جريدة الشرق الأوسط، وأدى إشارات للمشروع السياسي اللي هو بيتكلم عنه. كان بيتكلم عن تكوين مؤسسات حكم، واستبعاد قوى الحرية والتغيير، واستبعاد قوى الاتفاق الإطاري، باعتبار أنها هي باعتبارها كان هي دعم للدعم السري. لكن الكلام اللي قاله في سنار، أنا أعتقد أنه بخلاف أنه هو المشروع السياسي للمجموعة الدعم للحرب، هو فعليا عاوز يتنصل من الكلام اللي قاله قبلها بيوم أو يومين، حينما قال إنه العسكريين لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة. فعليا الآن هو بيتكلم عن نموذج انتخابات، هذا النموذج فعليا هو حيعيد تموضع النظام البائد بالانتخابات، لأنه النظام البائد هو المسيطر على مستويات الحكم في كل أنحاء البلاد، بداية من المقاومة الشعبية وصولا لكل هياكل. بالتالي هو بينتج النظام القديم في شكل انتخابي، وبالتالي هذا هو بأسس للشراكة بينه وبين النظام القديم. بالتالي ده نحمد له في حاجة واحدة، بأنه هو في هذه اللحظة هو لأول مرة يكون صادق مع نفسه، يتخلى عن المساحيق اللي كان بيستخدمها، بأنه هو بيقدم نفسه بأنه هو شخص مدافع ومعبر ومؤمن بثورة ديسمبر ودولة الدولة المدنية ودولة الحرية والسلام. حتى أعتقد الآن هو بيفصح عن وشه، بيفصح عن طموحاته الذاتية الحقيقية، بأنه هو داري أسس نظام شمولي هو غير مكترث كثير بالمسألة دي. بالتالي أعتقد أنه هو بيحاول يعني يبرر ويعيد إنتاج النظام البائد، ده فكرة المشروع الرئيسي. وبيعتقد بأنه هو بتحالفه مع النظام البائد هو حيكون عنده مصير مستقبل. هو طبعا يغفل تماما مصير الذين كانوا جزء من نظام البائد منذ عرابه ذاته المرحوم حسن الترابي، وصولا بكل الناس انه هو شخصيا هو نفسه قضى على نظام البائد وزج بقياداته بالسجن، وبالتالي هو ده المصير اللي حينتظره عاجلا ولا عاجلا اذا ما استمر هذا الوضع. بالتالي انا افتكر انه ده بيزيل الغشاوة من عيون الناس، وبرهم المستقبل اللي حيحصل اذا الناس دي هم ستبلهم الامر، حيعيدوا نظام البائد وحيأسسوا للشموليه والديكتاتوريه. افتكر الان الحقائق بدأت توضح قدام الشعب السوداني بشكل كامل، ومؤكد الكلام ده حيكون يوم وبعد يوم. طيب، لكن هل ده بيعكس خلافات في أوساط العسكر؟ لأنه هناك خطاب آخر واتصالات أخرى تتم ما بين جهات أيضا في القيادة العسكرية والحرية والتغيير ودول خارجية للتوجه في اتجاه حل سياسي متفاوض عليه. طبعا المسألة دي هي طبعا المكون العسكري ده هو في الآخر هو ما كتلة واحدة، المجموعات الذاتة هي الآن بتقاتل في هذه المعركة وفي هذه الحرب، هي ما عندها توجه واحد، في توجه بتاع مجموعات عسكرية صرفة تقاتل من أجل مهنيتها وشرفها، تعتقد أنه عليها أن تخوض معركة الدعم السريع، في مجموعات عسكرية متحالفة مع التنظيم الإسلامي وتنظيم الطرطان البائد، في مجموعات عندها تطلعات سياسية، في مجموعات هي بتعتقد نفسها إنها هي بتقاتل دفاعا عن نفسها وأملاكها وأعراضها. بالتالي هذا التكوين الخليط ده هو ده خليط ما بيتكلم، ما فيه انسجام، ما عنده قضية واحدة، هو قضايا متعددة لكن قد يكون عنده عدو واحد، وبالتالي حالة التشتت والتصدعات دي هي الواضحة. لذلك أنت في ظل التصدعات دي حتلقى ناس
ومجموعات هم عاوزين يوقفوا الحرب بأقل الخسائر. هتلقى ناس بيعتبروا انه الحرب دي لابد تستمر لتحقيق كل اهدافها، هتلقى ناس بيعتبروا انه الحرب دي هي حرب دفاعيه بيدافعوا عن نفسهم عن املاكهم عن اعراضهم. وبالتالي الطبيعي انه شايف حاله التصدع الحاليه، ناس بيتصلوا وناس بيتفقوا وناس بينتفضوا، وبرضه الاسلاميين برضه المتورطين المبادره عاوز يوصل رساله انه ما في زول عنده سلطه قرار الا بالعوده والرجوع للنظام البايد والمتورطني، ولذلك هم يفتكروا ده دي الرساله اللي بيحاولوا يوصلوها. اذا كل اللي بيحصل الان ده هو اختلاف في تقديرات المواقف، وده خطورته انه بيسخر التباين في وسط المكون ده. هذا المكون المقاتل الان بيصير انه كتله واحده، التصدعات جواه الان بعد سنه بدات تكون اكثر وضوحا واكثر ظهورا. خطوره الامر انه اذا ما حصل التصدع وحصل انقسام راسي وتفتت، هذا الامر النتيجه بتاعته انه نحن ممكن نمشي على اتجاه حرب الكل ضد الكل، حرب ما في زول بيسيطر عليها. وبالتالي انا اعتقد انه هذه المشكله الحقيقيه، انه فعليا نحن الان قدام تباين مواقف، تباين تقديرات، وتباين حتى تصورات للمستقبل. في ناس قبلانين بمستقبل بأنهم هم يجنبوا البلاد مزيد من الحرب، في ناس بيعتقدوا انه مستقبل انه يستمروا في الحرب عشان يلقوا فرص، وفي ناس غير مكترثين انه اذا لم تتحقق الاهداف بتاعتهم بالتالي هم حيستمروا. بالتالي افتكر دي الخطوره الرئيسيه اللي قاعده تحصل. الفريق اول ياسر العطا قاعد يعبر الان عن تيار هو راغب في انه ينفرد ويستمر في السلطه، وبيعتقد انه الان بالتحولات العسكرية الموجودة الآن على الأرض وبإمكانه بأنه هو يحقق انتصاره الكامل. ولكن إذا لم يحقق هذا الانتصار الكامل مؤكدا سيرتد عليه الكرة بشكل كبير جدا، وهو حيكون أول من يدفع الثمن لأنه هو أساسا بيتحمل مسؤولية هذه الحرب. لأنه لما نصحوه الناس قبل الحرب بأكثر من أسبوع كان هو بيعتقد أنه هذه الحرب ممكن تنتهي في 6 ساعات وتنتهي في 48 ساعة. الآن نحن لنا سنة من هذه الحرب وهو بيعتقد نفسه بأنه هو بإمكانه أنه ينهي هذه الحرب يحسمه. وأنا أعتقد بأنه هذا التقدير خاطئ، والأيام حتثبت بأنه التقدير بتاعه كان خاطئ قبل بداية الحرب وفي هذه الحرب عند استمرارها وحتى في نهايتها. طيب، يمكن السؤال الأخير أستاذ ماهر بتعلق بمسار الحل السياسي المتفاوض عليه. الفريق ياسر العطا في خطابه وجه عدد من الرسائل إلى قوى الحرية والتغيير، ولكن عبرها إلى دول مصر، السعودية، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، وحتى الأمم المتحدة والمنامة، إلى كل المنابر، أن الحل لن يكون إلا من داخل السودان وبواسطة السودانيين. طبعا هذه يعني ده كلام حق رضا بها باطل، لكن انا اعتقد بانه الخطاب اللي قاعد يقدمه العطاء هو يعني استخدام لذات الخطاب اللي كان بيقدمه نظام البايد حينما كان بيهاجم الدول وبيهاجم الكل، وده خطاب غير مسؤول. وبخلاف انه غير مسؤول بياكد انه هو فاقد الاراده وفاقد الرغبه، وبالتالي هو يعتقد انه بامكانه انه يعني يحسم الامر ده عسكريا. صحيح هو الان حاله الكر والفر الان هو الكر له، لكن ما معروف انه ممكن الفر يكون لهم تين. لكن انا بعتقد بانه في الاخر الازمه السياسيه والانسانيه في السودان دي حتتحل بتضافر اقليمي ودولي، سواء شاء ياسر العطا او لم يشاء، هذا امر حيحصل. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه عليه ان يعلمها، انه هو بالقاعد يقول فيه الان هو بيجعل نفسه فعليا خارج سياق اي حلول مستقبليه. هو الان يريد ان يجعل نفسه جزء من المستقبل. انا اعتقد بانه هو الرساله اللي قالها بانه هو زول غير مسؤول غير مؤهل ان يكون جزء من المستقبل، وبالتالي هو الان خياره الوحيد بانه هو يكون موجود على المسرح بالوضع العسكري. واعتقد انه ما عنده اي فرصه في هذا الامر، لانه هو الان حتى ولو تحقق الانتصار تحققت الشموليه، هذه الشموليه تريد ان تخلق علاقات مع الدول، بالتالي هو سيكون اول من يضحى به. النقطه الثالثه حديثه عن القوى السياسيه وهذا الحديث اللي بيقول فيه ده، اعتقد انه حديثه ده مقصده الرئيسي انه هو داير يخلق حاله بتاعت يعني رضا من قبل التنظيم الاسلامي، لانه هو في الاول كان بيقدم نفسه كشخص التنظيم الاسلامي كان بيصارع فيه. ودي حالات كثيره في السياسه في السودان وفي العمل العام، بتلاقيك انه في ناس بيحاولوا يصهروا بانه الناس قدروهم خطا، بانه هم كانوا ممكن يكونوا مفيدين لو كان طلبوهم لخدماته، وبالتالي هو الان بيقدم خدماته لهذه المجموعه، لكن هو ما عارف لانه هذه المجموعه بتستخدمه لمرحله
تم زمن الانتهاء سيتم التخلص منه زي أي مجموعة قدمت خدماتها الجليلة، وبعد ذلك هو سيجلس في البيت. هو لم يقرأ التاريخ جيدا، لم يقرأ تاريخ الذين كانوا جزء من انقلاب الإنقاذ إلى آخر انتهوا بهم لناس عاديين ساكت موجودين ما عندهم أي قيمة ولا أي أثر، وبالتالي هو يقتدي هذا الأثر، وحتكون دي نهايته. لكن أعتقد بأنه هو ما الجهة اللي بتحدد مستقبل القوى السياسية، هذه القوى السياسية ظلت موجودة وبتناضل الأنظمة الشمولية، ظلت بتناضل في النظام اللي هو كان بيخدم فيه إلى أن سقط وإلى أن جاءت الفرصة أنه ممكن يكون يصنع التاريخ، لكن هو ركل الفرصة التاريخية، وبالتالي الآن هو بيحاول يصنع تاريخ. لذلك أنا أعتقد أنه ما يقوله هو فعليا هو يعبر عن حالة الضعف بتاعه، عن حالة اليأس، عن حالة التشتت ورغبته في أنه يحصل على دور في المستقبل. لكن أعتقد أنه ما يقوم به فعليا الآن هو فعليا حيكون خصما على أي فرص مستقبلية له. القوى السياسية زي ما جندلت وهزمت الأنظمة الشمولية حتهزم النظام الشمولي، وزي ما هزمت الانقلابات وهزمت كل هذه الظروف السيئة حتنتصر في الآخر. أنا بتعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وبالتالي الأيام بيننا، وحنكتشف في وقت قريب إنه الحق أبلج والباطل لجلج، إنه كل ما يقوم به الآن هو بلا قيمة وبلا معنى، وفي الآخر التاريخ حيحكم بين الناس. حيدخل التاريخ باعتباره شخص كان بيحرك بمارس التحريك ومارس الحديث ما عنده معنى، وبالتالي نعتقد انه هذا الامر يعني السودانيين حيكتشفوه في القريب العاجل، وهم مكتشفينه فعليا، وبالتالي هم الان يعني يمتعوا اسماعهم وانظارهم بهذا الحرج، وبالتالي التاريخ حيحكم عليه وحيسهر بانه كان بيتقال كلام ساكت، وممكن بعد شوية الظروف لو تغيرت نسمع كلام نقيض من ذلك، لكن حيكون فات الاول، ما في امكانيه لانك تخادع الناس زي ما خادعتهم في السنه اللي فاتت. الاستاذ ماهر ابو الجوخ، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا. شكرا جزيلا.